كانوا مدرقين ليها هذه، هاد الشيك هذه ديال الموطور شتيها، كانوا مدرقين. ها انتم انا كندير هكا باش يبان لكم، حشومه عليكم والله العظيم. هذه رساله كانوا موجهه لي انا السمسار اللي يلعب عليها، وحشومه عليكم انكم تضحكوا على النساء وعلى البنات وعلى اللي ما عارفينش. سيروا ضحكوا على الرجال اللي بحالكم بحالهم، وتشوفوا الا ما غادي تخرج لكم العاقبه ماشي هي هذيك. بغيت انا غير توري الناس كيفاش حتى عرفتي الطوموبيل بان فيها هذا المشكل. موبيل عرفت فيها مشكل، شريت الطوموبيل ضربت واحد الشهر ماشي مزيان، من بعد لقيت شي حوايج في الطوموبيل، شي ديفويات، ما عرفتش فين كاين المشكل. فاش مشيت عند الميكانيك قال لي كننصحك من الاحسن تمشي ديانوستيك. ومشيت للديانوستيك وقال لك فيها المشكل. دابا الاشكال اللي كاين الاخوان، ها هو راه بدلاتو هذا كامل، هذا الماركادور ديال الطوموبيل كامل راه دارتو واحد اخر. عرفتي علاش؟ باعوا ليها الخرده، والله العظيم الا حشوم عليهم باعوا ليها الخرده. شوفوا الاخوان، شوف انا راه حليتو اكتشفت هادشي وقلت والله حتى ندير به تندير فيه فيديو. ها هو شوفوا الا كتلاحظوا بحال دابا هنايا، هنا كاينين دوك الاضواء اللي كيطلعوا، دوك اللمبات اللي كيطلعوا بحال دابا هنايا. ها هو شوف شنو دايرين هنا، شوفوا شنو كيديروا باش كيدرقوا داك العيب، باش كيدرقوا داك العيب ديال دوك البولات اللي فيهم المشكل، يعني العطب كيدرقوه. شوفوا هذا سكوتش، ها هو دايرين سكوتش باش كانوا مدرقين ليها هذه، هاد الشيك هذه ديال الموطور شتيها، كانوا مدرقين. ها انتم انا كندير هكا باش يبان لكم. جاو هما شنو كيديروا؟ كيديروا سكوتش هكا باش انت ملي كدير الكونتاك، ملي كدير الكونتاك بحال هكا، شوف ما كيشعلوش. انتبهوا ملي ديروا الكونتاك بحال هكا، حاولوا ما امكن انهم يشعلوا لكم الديوان كاملين. بحال دابا هذا هو اللي درقوا ليها هما، هذا ديال الشيك ديال الموتور. شوف كاع ما كيبان دابا، ها انتم كاع ما كيبان، ها يعني ما فيهاش بروبليم، ما فيهاش كذا، وهذا راه فيه مشكل. وجاو لهذا عاود، شوفوا شنو درقوا ليها هنا، درقوا ليها الاب بي اس والايرباك. الاب بي اس والايرباك، ها هي الايرباك، كانوا مدرقين ليها الايرباك هكا. انا غادي غير الطوغي باش نبين لكم، كانوا مدرقين ليها هذا وهذا. ولكن شوف ملي كنحيدوا السكوتش، ملي كنحيدوا السكوتش كيولي، شوف هما كيبانوا الديوان كاملين. هما داك العيب، هاد العيب هذا كاملو حيدوه، كيجيو لهاد الماركادور هذا، الطابلو هذا، والطوموبيل يعني الطول فيها العيب، كيديروا السكوتش من الداخل. الله يهديهم والله العظيم، كيديروا السكوتش من الداخل باش داك العيب ديال السياره كيحيدوه. وشوف كنشكروها بزاف والله العظيم، لان جات لعندي مسكينه وجابتو ليا في يدها، باش قالت لي شوف عافاك شارك مع الناس هاد الشيء هذا، وريهم هادشي باش ما يطيحوش في الفخ. شرات الطوموبيل مسكينه، ما كاينش اللي وقف معاها وكذا، صيدات مع هاد السمساره والسمسار هذا. هذه نصيحه منكم، بارطاجيو هاد الفيديو هذا باش الناس توصل، باش تاخذ الاحتياط ديال دوك البولات هذوك يشعلوا في الطابلون، وبارطاجيوها. واي واحد، اي واحد طاقيو العائله ديالكم، طاقيو خوتكم، طاقيو باش هادشي هذا اللي وقع لهاد السيده هذا ما يوقع لكم حتى نتوما. كنتمنى والله العظيم، كنتمنى من عند الله انكم توزعوا هذا الفيديو هذا، لان كيبقى فيا الحال والله العظيم، كيبقى فيا الحال ملي كيجي عندي واحد الانسان، اولا كيصيفط لي واحد الانسان وكيقول لي ودي ها ما وقع ليا، ها ما داروا ليا، ها ما كذا، انا لقيت الطوموبيل مقسومه، انا كذا. كنقول خصني نبارطاجي مع الناس هذا الشيء، باش الا وقعت لواحد احسن ما توقع ل 50 او ل 40 واحد او ل 60، يعني بغي معلومه واحده شاركوها باش هاد النصابه. وعلى الذكر راه السمسار هذا، انا ما كنقولش السمساره كاملين كيديروا هذا الفعل، ولكن هذه السيده هذه اللي جات معايا، هي حاضره معايا دابا في الطوموبيل، جات وقالت لي ودي السمسار اللي مشى وقف معايا وداني وكذا، ومشى معايا المول الفحص التقني وكذا، ومشى داني تكاتبوا وكذا، يعني وقف معاها بحال اللي دليمن، ولكن في نفس الوقت شنو دار لها؟ جمع وطوى معاها. تبارك الله عليكم.